السلام عليكم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم كالعاده في قناه دنيا فرح. نتمنى نصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما دائما عودتكم في اول فيديوهاتي. انا نديتكم لنادي الفروسيه اللي جاي في برج البحري، اللي باش تعرفوا اكزاكت وين جاي. شتو الدخله هذيك تاع الحداد هذاك اللي يخدم الحديد في ديك الدوره هذيك، انا وريت لكم. وهنا هاني الطلعه هذه، راك تشوفوا الطنوبين كيما راحت تماك الطريق، وهذه هي الدخله تاع نادي الفروسيه اللي جايه في برج البحري. راك تشوفوا منا تكملوا كي تكمل هذا، شوفي منا تخرجوا في واحد البرونشمون اللي تدي بين درقانه وقهوه الشروي. منا تهبط لكم الجي بلاج، هذه الحباطيه تهبط لكم الجي بلاج. صافي كي تجوا من الجي بلاج تطلعوا منا، وكاين دخلات واحد اخرين، والدخله الاخرى تخرجكم في لا ديال. هنا انا دخلنا لداخل داخل نادي الفروسيه، في الميديلكم هنايا يعني من الدخله. وهنا ننظروا لداخل نادي الفروسيه، وراني نوري لكم اكزاكت بلاصه والجو يعني مسمش، يعني الجو هادئ وبلاصه شابه، وكاين الناس يجوا يقعدوا يتفرجوا على الناس اللي يديروا يعني يلعبوا بالعواد وكامل. وفينا المون سمعت باللي بالجمعه اللي كتر يديروا التظاهرات وكامل. احنا ما جيناش بالجمعه، هما يفتحوا تولي جوغ يعني دائما من الوحدة للربعة. وطبعا دخول مجاني، تدخلوا باطل، حتى بالسيارات تاعكم تدخلوا باطل، ستاسيوني وتقعدوا تشوفوا كيفاش يلعبوا بالعواد، كيفاش يديروا العواد. واللي يحب يدخل لي يخلص يشري الحوايج تاع هذا ليكيتاسيون او ركوب الخيل، الحوايج تاعهم جايين في ديكابلون في باب الزوار، وكاين في البليدة ثانيك، ويخلصوا 600,000 في العام، ويخلصوا جبل ربي الا ما نخافش نكذب 200,000، وقيل 200,000 شهرين ولا. واللي حاب يجي زعما هكا جا، حاب يركب زعما يجي، حاب يركب هذاك النهار يركب العود ويخلص 70,000. يعني حبيت نفحت لك، حبيت تروح تركب في العود تدي الحوايج تاوعك تروح يعطوك تخلص 70,000 تركب كيما حبيت، فهمتوني. والدخلة باطل مجانية، يعني أرخص وقيلة على حسب ما قال لي واحد تما كيخدم، أرخص ركوب الخيل، أرخص نادي فروسية اللي كاين في مدينة الجزائر بالتحديد. راكو تشوفوا هادو العواد تاع الخواص، كاين بزاف اللي عندهم ناس يجيبوا العواد تاعهم تما كيتهلاو فيهم، يعطوهم ياكلوا يخلصوهم لا جو سي با. هادو الناس اللي نتاوعهم العواد تاوعهم، هادو راكو تشوفوا كيفاش العنايه بهم، يغسلوا لهم، ينقوا لهم، ينحوا لهم هذاك الحشيش اللي جاي في رجليهم، يتهلاو فيهم الله يبارك. وهذا هو اللي سقسيته، قال لي وين جايين الحوايج وين يشروهم وكلش. ويعني شوفوا الواحد يبدل شويه الجو، شوفوا كيفاش ينقيلو، شوفوا يتهلاو فيهم بصراحه. والعود تاني الانسان راه حيوان، راه مسؤوليتنا، يعني الواحد ما يتهلاش فيه هو ماحش يقولك تهلا فيا، بصح الواحد انسان يفهم. الحيوان ما يقولكش ناكل، ما يقولكش تتفهمي بلي حب ياكل او حب يشرب او جيعان او هذا هو. راهم يتهلاو ما شاء الله. كاين هادو العواد، وكاين واحد العواد الاخرين تاع الكلوب، يعني تاع ماشي تاع الخواص. وقيل هادو ما تاع الكلوب، هادو ما تاع الكلوب اللي تاع نادي الفروسيه اللي راه تماك. وكاين اللي من هي عواد تاع الخواص اللي ماليهم شراوهم بدراهم حطوهم. راكم معايا، تحوسوا شويه وتشوفوا المنطقه كيفاش جايه. ونسيت ما قلت لكمش تانيك، اللبسه تاع ليكيتاسيون او ركوب الخيل قالوا لي تسوى ابري واحد 400,000، يعني 4000 دينار او 4000 دينار جزائري.
وكاين واحد لونغار كيجوزنا، كاين شغل كوري هكذا يبان، شغل اونغار كبير تماك، دايرين السرج واللبسه ولي بوت مش عارفه تاعهم ولا تاع الناس ولا لي يكري، وانا ما على باليش هذاك ما سقسيتهمش ما دخلتش. مي كاينين هادوك شغل لبسه يلبسوهم اللي يلعبوا السرج، سورتو السرج وما نعرف ليسونسيال. كي تحبوا تروحوا كاين اداره ودخلوا وسقسوا وسجلوا الى حبيتوا بيان سور، وعلى بالي راح يعجبكم الحال، راح تستمتعوا، راح تقضوا وقت مليح وتغيير ثاني تبدلوا في حياتكم. شفتوا هذا الشونتيغا هذا يديروا فيه لي فيستيفال تاعهم، يجروا بالعواد ويدوروا كامل كيما منا، وما في ميتلكمش بلاصه اللي انا قاعدين فيها شغل كرازا شغل بالسيمان هكذا كيما تاع ستاد دين، دوماج ما في ميتهاش نسيتها لا غالب كنا قاعدين فيهم شغل تاع ستاد هكذا. شوفوا المناظر هكذا، الطبيعه، اشجار، الخضوريه، الغابه، ومن طون سيكوريزي يعني تروحوا. كاين دي فامي جو بزاف كانوا قاعدين معايا نساء وولادهم وهكذا، وكاين اللي يحبوا يديروا ليكيتاسيون او ركوب الخيل يجوا هنايا. وبالملاحظه انا نسيت ما قلت لكمش، انا كي هدرت لكم على الاثمان هدرت لكم بدغه الدرجه، يعني 600,000 في العام، يعني 6000 دينار او 6000 دينار جزائري في العام، و 200,000 يعني لا شهرين ولا هكذا بالتحديد، 200,000 او 300، 200,000 او في الشهرين جو بونس افتكر 200,000 يعني 2000 دينار جزائري في الشهرين. واللي حبي يلعب العود زعما يحكم العود يركبو هذاك النهار، زعما جيت حبيت تركب العود تشري، لازم تشري الحوايج تاع ليكيتاسيون او ركوب الخيل ب 70,000 يعني 700 او 700 دينار جزائري، 700 دينار الجزائري. هاي هذه الطفله هذه راهي دير ركوب الخيل، وشوفوا والله صدقوني انسان يعني هكذا تتمتع كي تشوفيه وهي راهي تتمتع كي راهي تركب في الخيل، وراهي هذو التعليمات اللي كاينين تماك في ذيك الغابه، ما ترموش صليح، ما ترموش في الارض، ما ترموش الدخان، المهم هذو التعليمات كي تشوف تقراوهم وتشوفوهم. وعلاش ما تجيبوش، علاش لا ما تجيبوش العائله تاعكم. وانا هذه الفيديوهات التوعي حتى ولو ما كانتش فيها نسبه مشاهده كبيره ولا ماشي معروفه بزاف، انا نحب نوري البلايس اللي ممكن كي تحبوا تخرجوا ولا ما تلقاوش وين تروحوا تتفكروا كي تشوفوا هاد لي فيديو تعرفوا ابري تعطي تاخذوا فكره وين تروحوا تنحوا على خاطركم تفاجئوا على روحكم. مثلا ويكند، مثلا ايام عطله، دوكا دخول مدرسي بصحتهم دراري تاع لي كولي، دخلوا بصحتكم كامل ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. يعني في العطله، في لي فاكونس، في الويكند واحد يروح ينحي على خاطرو يشوف العواد يتفرج برك بالبعيد، ماشي شرط يركب العود، ماشي شرط يكون غير كي تشوفي وتحكي تدي قهيوه تدي تيرموس تردي مع تروحي مع العائله وتشربوا قهيوه تماك وتقعدوا في الحشيش. كاين بزاف لي فامي كانوا يجوا، انا فيلميت لكم بالملاحظه فيلميت لكم وقيلا زوج فيديوهات على نادي الفروسيه، والناس بزاف سقساوني قالوا لي بشحال اثمنه، وين جايه، وين دخله، منين دخلوا، منين. بعد انا نجاوب هكا ما فهموش مليح، قلت نعاود لكم هذا الفيديو ونوري لكم بالتحديد منين تدخلوا كيما وريت لكم في اول الفيديو، منين دخلتوا، منين الطريق كيفاش عامله، بلاصه وين جايه بتشوفوها من برا كيفاش تعرفوها. يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوا شويه وخذيتوا فكره وين جايه نادي الفروسيه تاع الجي بلاج او برج البحري. راكم معايا، راكم تشوفوا، راكم تمتعوا، يعني طبيعة خلابة، والهواء ما نقولكمش عليه غير الخضورية والشجور تاع البستان ما شاء الله. ولا تقدروا تجيبوا ولادكم تدخلوهم هنايا، علاش لا، علاش ما تخلوهمش يطلعوا المواهب تاعهم، يتعرفوا على بلايص هكا، يشوفوا حاجات يتعلموهم، علاش لا، ماشي خسارة في ولادكم. واش نقول لكم هنايا، ماما انا قريب نكملوا الفيديو هذا، الى عجبكم ما تنساوش تابونيو في القناه، تضغطوا على زر الجرس، تشتركوا فيها علاش لا. راكم تشوفوا هذه بكري كانت بيتزيريا وكانوا ياكلوا، قالوا لي هكا ما نعرفه الا بيتزيريا ولا يقراو فيها ولا واش يديروا فيها، مي كانت بيتزيريا وقيله جو بونس كانت بيتزيريا وياكلوا فيها، مثل ما وقيله نقص الغاشي ولا ما كاش الناس ولا ولادك شغل ابوندوني في الميتالكم شويه من الداخل.
ان شاء الله ما يزعفوش. كانت الطاقه مكسره في الميتالكم هكا من داخل، راهي ابوندوني كاع خرباك وتشوفوا ان شاء الله يريباريوها ويسقموها وتولي بيتزيريا على شلالها، ويقولوا الناس يجوا وتولي الناس دير ليكيتاسيون تتعلم الناس كامل يعني، ولا غير يغيروا يشهوا ولا غير حاله. وكاين تاني كبناو من جهه من هي جو بونس باش يزيدوا يديروا العواد تاني، واللي عنده العود تعمل كاين ناس عندهم العواد عندهم هوايه تاع العود تاع ركوب الخيل عندهم بزاف يحبوا شاريين العواد يزيدوا يجيبوا لهنا بالك، ولا يوسعوا المنطقه يوسعوها. يكون عجبكم هذا الفيديو تكونوا استمتعتوا فيه، وإلا عجبكم ما تنساوش تعلموني في القناة تضغطوا على زر الجرس وتشتركوا فيها وتبرتجيها على شلالة. تلافوا في روحتكم إلى فيديو لاحق إن شاء الله، بقوا على خير وسلام.